شكلت ثورة عام 1917 في بيترسبورغ دفعة لثورة الوطنية الأوكرانية. في 17 من مارس 1917 أنشأت الأحزاب المختلفة في كييف المجلس الأوكراني المركزي، وكانت حينها الحركة العسكرية الأوكرانية جزءاً لا يتجزأ من النهضة الوطنية ونمو الدولة بين أعوام 1917 و1921، حيث دافع الجيش الأوكراني الشاب يومها عن استقلال أوكرانيا. كانت حركة الأكران واحدة من أشكال الحركة الوطنية الأوكرانية في تلك الأيام، أي تمييز جنود الوحدات الوطنية الأوكرانيين الذين بدأوا يدركون تميز هويتهم الوطنية خلال الحرب العالمية الأولى. بدأ الفلاح الأوكراني الموجود على الجبهة يشعر بهويته الوطنية نتيجة احتكاكه بجنود من قوميات أخرى وإدراكه مدى اختلافه عمن جاء من ضواحي موسكو مثلا، بينما كان يحس بالألفة مع من جاء من ضواحي تشيرنيهف، فهما كان يتكلمان اللغة ذاتها ويغنيان بنفس الطريقة وتوحدهما اللغة، وهذا ساهم في الواقع في صعود الحس الوطني. كتب جنرال جيش الجمهورية الشعبية الأوكرانية يوري تيتشينيوك الذي خدم إبان الحرب العالمية الأولى في وقت لاحق في مذكراته ما يلي: سعى الأعمام في الزي العسكري للتحدث باللغة الروسية حتى وقت قريب، وكانوا عند تحدثهم إلي يقولون حضرتكم وأنشدوا في كل مساء حفظ الرب القيصر، أما الآن فيتحدثون إلى بعضهم البعض ويخاطبونني بلغتهم الأم، ولم يخف رضاهم عن زوال القيصر. وجد صعود الروح الوطنية عند الجموع العسكرية صداً إيجابياً بين الضباط الأوكرانيين، ومثالاً على ذلك سليل أسرة الهتمانات العريقة جنرال في الجيش الإمبراطوري الروسي بافلو سكاراباتسكي، الذي قاد في صيف عام 1917 الفيلق الأوكراني الأول الذي تألف من عدة فرق أوكرانية، حيث جرى تشكيل الوحدات الأوكرانية على جميع أنحاء أراضي الإمبراطورية الروسية. ولكن المجلس الأوكراني المركزي منذ أيام تأسيسه الأولى لم يرغب بمقاتلة أحد، ولم يكن لديه أي مخططات لإنشاء قوات مسلحة وطنية، بالإضافة إلى أن السلطة الأوكرانية حلت جميع الوحدات الأوكرانية التي كانت تخدم في الجيش الروسي القيصري السابق الذي بلغ تعداد أفراده أكثر من مليون جندي. كان من الممكن أن تشكل مفارز القوزاق الأحرار التي تألفت من المتطوعين المحليين لحماية الدولة والدفاع عن القانون القوة العظمى للجمهورية الشعبية الأوكرانية، ولكن الحكومة الأوكرانية لم تتمكن لفترة طويلة من التوصل إلى رأي موحد حول رغبة الفلاحين الشباب في الاتحاد في تشكيلات قوقازية، بالإضافة إلى أن الأحداث اللاحقة بيّنت أن هذه الوحدات بلا دعم الدولة ما كانت تؤدي إلا دوراً دفاعياً محلياً فقط. كان الهدف الأساس لهذه المجموعات حماية أرضها، ومفهوم الأرض انحصر بأرض القرية حيث كانت بيوت القزاق وضياعهم، وكانوا مستعدين للدفاع عنها، ولم يكن لدى الفلاح رغبة كبيرة في الخروج من منطقته. لاستبدال تشكيلات القزاق الأحرار شكل المجلس المركزي مفارز الشرطة التي كانت أضعف منها بكثير من الناحيات العسكرية. آمن الكثير من السياسيين في ذاك الوقت وخصوصاً رئيس حكومة الجمهورية الشعبية الأوكرانية فلاديمير فينيتشينكو الذي وقع تحت تأثير الأفكار الاشتراكية بنبل الديمقراطية الروسية، ظانًا أنها ستحرر الأوكرانيين من النير الروسي. ومن هذا المنظور نظر هو ورفاقه إلى الجيش النظامي على أنه إدارة عامة عفى عليها الزمن وأنه ملازمة فقط للمجتمعات الاستغلالية. كان هناك أوهام حول إمكانية التفاهم وبناء روسيا الديمقراطية المستقبلية على غرار الولايات المتحدة الأمريكية، حيث امتلكت كل ولاية سلطتها وأسسها القانونية والخاصة، وأدى اتحاد هذه الولايات الأمريكية إلى خلق دولة الولايات المتحدة الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، رأى فينيتشينكو وزعماء الحركة الأوكرانية الآخرين في الجيش النظامي مصدراً للانقلابات العسكرية، حيث أن الوحدات العسكرية الأوكرانية تمردت مراراً وطالبت المجلس المركزي بحل حاسم من أجل تحقيق الاستقلال الحقيقي. وبالتالي في الظروف التي لم تنتهي فيها بعد الحرب العالمية الأولى لم تسمع أصوات السياسيين الأوكرانيين مثل ميكولا ميخانوفسكي وبابلو سكاراباتسكي وسيمون بيتلورا التي حاولت إقناع الخصوم بمدى صواب إنشاء جيش نظامي مستعد دائما للقتال، فلم تمتلك أوكرانيا بالنتيجة في نهاية ديسمبر 1917 لأي قوات تقريبا عدا بعض وحدات المتطوعين.
Збереглись документи, в яких країни Антанти пропонували Україні. يوجد وثائق تشير إلى أن دول الوفاق عرضت على أوكرانيا مساعدة ضخمة، وقل ما يذكر هذا المؤرخون. عرض على أوكرانيا تسليح جيش مليوني وتقديم الدبابات والطائرات والمعدات الحديثة والخبراء لتدريب الجنود. من الواضح أنه كان لدول الوفاق أهدافها البراغماتية. فهي كانت تريد الحفاظ على الجبهة في الشرق كي لا يتمكن الألمان من التركيز على الجبهات الغربية، حيث خاض حلفاء ألمانيا النمساويون المجريون والأتراك عمليات عسكرية، وسعت من ناحية أخرى لإقامة طوق صحي ضد تفشي وباء البلشفية. مقابل مساعدة دول الوفاق، طلب المجلس المركزي الأوكراني من بريطانيا العظمى وفرنسا الاعتراف الرسمي بأوكرانيا كدولة. طالت المفاوضات حتى أن دخلت في يناير 1918 الجيوش البلشفية من روسيا إلى أوكرانيا، وتوجهت نحو كييف تحت راية دولة افتراضية جرى الإعلان عنها في خاركوف. وكان قد تشكل في أوكرانيا في ذاك الوقت تجمع غيدماتسكي لأوكرانيا سلابوتسكا بزعامة سيميون بيتلورا، وتألف من تجمع رومات معسكر هاليسيا وبوكافينا وتجمع رومات معسكر الدعم الطلابي. كان هناك رومات المعسكر من ناحية، ولقد كانوا جزءا من الجيش النمساوي المجري الذين جاءوا إلى أوكرانيا تحت إمرة فاسيل فيجفاني، وهو نفسه كارل فون هابسبورغ لوترينغين، بالإضافة إلى رومات المعسكر الأوكرانيين المشكلين هنا في كييف في أواخر 1917 وأوائل 1918 من أسرى الحرب النمساوية المجرية، ذوي الأصل الأوكراني وطلاب الجامعات الأوكرانية وطلاب المدارس الثانوية وما شابه. هذا هو التشكيل المحلي الذي ألف تجمع رومات المعسكر الأوكرانيين وقادهم يفهين كونوفالتس. كان على هذه الوحدات الدفاع عن كييف من الهجوم البلشفي القادم من روسيا وقمع انتفاضة يناير في المدينة. بوقوفهم أمام خطر استيلاء روسيا البلشفية على أوكرانيا، اعترف أغلبية أعضاء المجلس المركزي بضرورة إبرام معاهدة بريست للسلام في 9 فبراير 1918 ليدخل الجيش الألماني إلى أوكرانيا بعد توقيعها بعشرة أيام، ما أدى إلى طرد البلاشفة قبل 2 مارس من الجمهورية الشعبية الأوكرانية. حتى الهيتمان بافلو سكاراباتسكي لم يتمكن من تأسيس جيش نظامي في عهد دولته الأوكرانية. كانت القيادة الألمانية، بما أنه لم توجد إدارة أخرى، ضد إنشاء جيش أوكراني. الألمان لم يريدوا أن يتنازع القيادة معهم أناس آخرون، ولم يكونوا متأكدين من أن هذا الجيش سيكون صديقا للجيش الألماني، فلم يسمحوا لسكاراباتسكي بإنشاء جيش. تنازل الهيتمان بافلو سكاراباتسكي في 14 ديسمبر 1918 عن السلطة لصالح إدارة الجمهورية الشعبية الأوكرانية. كانت أوكرانيا وحيدة بلا جيش تواجه المشاكل الخارجية، وكانت محاطة من جميع الجهات بالأعداء. بدأ يتشكل جيش الجمهورية الشعبية الأوكرانية على أساس مفارز من رومات المعسكر تحت إمرة يفهين كانافاليتس، الذين كانوا قد شاركوا في الانتفاضة المعادية للهيتمان، وانضمت إليهم الوحدات العسكرية المشكلة حديثاً بالإضافة إلى العديد من مفارز الفلاحين المتمردين. تألف جيش الجمهورية الشعبية الأوكرانية في الواقع في أغلبه من هذه المفارز المتمردة، وحاول قادة الجيش وبيتليورا على وجه الخصوص بكل الطرق الممكنة جمعهم معا، ولكن من تمرد على الهيتمان وشعر بالحرية لا يريد إطاعة الأوامر من جديد، يطيع الأوامر التي تنال إعجابه فقط والمناسبة له وفقا للوضع العسكري السياسي. جاء التهديد في ذاك الحين من شمال أوكرانيا من روسيا البلشفية. في 24 ديسمبر 1918 أعلن مفوض الشعب للشؤون الخارجية في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية عبر الصحافة أنه بسبب إلغاء معاهدة بريست للسلام لم تعد روسيا تعترف بأوكرانيا دولة ذات سيادة، ليستولي الجيش الأحمر بعد فترة على خاركيف ويتوجه نحو كييف.
خاضت الحرب في آن واحد ضد الجيش الأبيض والجيش الأحمر والبولنديين والرومانيين. دارت حرب أيضا ضد بولندا التي حاولت ضمها ليسيا وفولين في الجزء الغربي من أوكرانيا الذي تم فيه الإعلان عن الجمهورية الشعبية الأوكرانية الغربية وجرى تشكيل جيشها ليسيا الأوكراني. وتعقد الوضع هناك بعد تدخل القوات العسكرية الرومانية. استمرت الحرب الأوكرانية البولندية حتى منتصف يوليو 1919، وبسبب عدم القدرة على الحفاظ على خطوط الجبهة ضد القوات البولندية الغازية اضطرت القوات الأوكرانية إلى التراجع نحو الأراضي الأوكرانية المنتخمة لنهر دنيبرو. احتلت بولندا بالكامل هاليسيا الشرقية وزجت بألاف الوطنيين الأوكرانيين في سجون ومعسكرات الاعتقال. هاجم الجيش التطوعي بقيادة دينيكين أوكرانيا من الشرق، واستمر القتال بين القوات الأوكرانية والحرس الأبيض خلال سبتمبر وأكتوبر من عام 1919. وتحت ضربات الجيش البلشفي تراجعت بقايا وحدات دينيكين إلى القرم. مدعوماً من حركة الفلاحين المتمردين تمكن الجيش الأوكراني في أغسطس من عام 1919 من شن هجوم مضاد ضد الجيش الأحمر الروسي، وسهل العملية تعزيزه بجيش هاليسيا الأوكراني الذي تراجع بعد هزيمته في الحرب ضد بولندا. وتمكن الجيشان بقواهما المشتركة من تحرير معظم الضفة اليمنى من الجيش الأحمر الروسي، ولكن الجيش الأوكراني المنهك بالتوفئيد والمجاعة والمحاط من جميع الجهات بالأعداء وجد نفسه في وضع صعب للغاية. رغم الصعاب واصل الكفاح ضد الغزاة. قام الجيش المتحد للجمهورية الشعبية الأوكرانية بحملة على خطوط الجيش الأبيض الخلفية ومن ثم الجيش الأحمر. استمرت الحملة الشتوية الأولى من ديسمبر 1919 وحتى مايو 1920. جرى خلال جميع الغارات عبور 2500 كيلومتر خلف خطوط العدو وتنفيذ أكثر من 50 معركة ناجحة. وكان من بين قادة العمليات الجنرال في جيش الجمهورية الشعبية الأوكرانية يوري يوتشينيوك. كشفت الحملة الأولى عن النجم تيوتينيك وتحديداً عن قدرته على قيادة المعركة والعمليات القتالية في إطار الحرب الفدائية. وفي الحملة الشتوية الأولى جرت في ظروف تصفية جميع الجبهات الدائمة وشن جيش الجمهورية الشعبية لعملياته خلف خطوط الجيش الأبيض ومن ثم خلف خطوط الجيش الأحمر، ولقد تمكن في هذه الظروف من الحفاظ على الجيش كأساس يمكن من خلاله مواصلة النضال اللاحق. بتوجيه من سيميون بيتلورا وضعت تيوتينيوك خطة للحملة الشتوية الثانية التي جرت بين أكتوبر ونوفمبر من عام 1921. كانت مهمة الغارة التحريض على القيام بانتفاضة شعبية شاملة للإطاحة بنظام البلشفي في أوكرانيا، ولكن العملية انتهت بشكل مأساوي. سحق البلشفة كتائب جيش الجمهورية الشعبية الأوكرانية وجرى إعدام أكثر من 300 أسير أوكراني بالقرب من قرية بازار في منطقة جيتوندر. يوركو تيوتينيك جنرال أرمي ONR. يوري تيوتينيك هو جنرال جيش الجمهورية الشعبية الأوكرانية النظامي، وبالتالي حاول من خلال تنظيم الحملة الشتوية الثانية تحفيز الانتفاضة، ولكنه هزم في هذه الحملة وتمكن البلاشفة من ترتيب تلك المجزرة بالقرب من بازار. كانت الحملة الشتوية الثانية لوحدات جيش الجمهورية الشعبية الأوكرانية المحاولة الأخيرة لتحقيق استقلال أوكرانيا. رغم جميع الجهود والتضحيات انتهى النضال التحرري للشعب الأوكراني بين أعوام 1917 و1921 بالهزيمة، ولكنه بقي مصدرا للأمثلة التي ألهمت المناضلين المستقبليين من أجل تحقيق استقلال أوكرانيا.